يلا كتبولي بالتعليقات انه يي ليه حدا بياكل ليه شحوم كوليسترول امراض. هاي عم ذكركن في حال نسيتوا. واطيب لحمة بالصينية رح اعملها اليوم، وشوفوا طريقتي كيف بعملها لحتى تطلع عندكن اطيب صينية لحمة ممكن انه تعملوها. شوفوا الطريقة واتبعوا نفس الخطوات. عندي لحمة مفرومة على الناعم ورح ضيف للي واللي اهم شي. ويلا كتبولي بالتعليقات انه يي ليه حدا بياكل ليه شحوم كوليسترول امراض. هاي عم ذكركن في حال نسيتوا. بصل كبيرة مفرومة ناعم، وبقدونس كمان مفروم على الناعم، والبهار هو ملح وفلفل بس، لانه اذا بتكتروا كتير بهار رح تضيعوا طعمة اللحمة وما رح تستطعموا بشي. ولحتى تاخدوا نكهة لحمة كتير طيبة للصينية لا تستخدموا اللحمة المجمدة، يعني تطلعوها من الفريزة وتستخدموها للحمة بالصينية، لا خليها دايما تازة من اللحام على التتبيل والفرن، وشوفوا كيف رح تفرق معكم طعمة اللحمة. وكمان البقدونس لا تكتروا كتير بقدونس فيها، بيقلب لون اللحمة على خضار وبتضيع طعمة اللحمة. بعد ما نكون دعكناها كتير منيح منحطها بالصينية ومنوزع حبات البندورة ومندخلها على فرن ساخن كتير قبل بوقت على أعلى درجة حرارة. ما بتاخد وقت كتير، لا تخلوها بالفرن كتير لأنه رح تنشف وتعظم، وبتطلع عندكن أطيب صينية لحمة. شوفوا هالمنظر مع الطراطور، هي أطيب أكلة ممكن تاكلوها، شي على أصول، والمنظر لحاله عم يحكي. جربوها بنفس الطريقة وصحة وهنا.